ما راح تغير شيء حقيقة. وهنا يعني إذا تسمح لي أن يعني أسرك بمعلومة دقيقة جدا وأسر طبعا المشاهد الكريم، وهي أنه إذا كانت هذه الميليشيات الإرهابية تتصور أنها ستفرض أو ستمارس ضغطا على القوات الأجنبية، القوات التدريبية وقوات المساعدة الأجنبية المتواجدة في العراق، ستضطرها للانسحاب، فهم على خطأ، لأن هذه القوات جاءت بطلب من الحكومة العراقية، وآخر تقرير رفعته القيادة العسكرية العراقية قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قالت فيه وبالنص أن العراق بحاجة إلى أن تبقى هذه القوات من 5 إلى 10 سنوات.